هذا يسأل إذا جاء الإنسان إلى مكة هل تسقط عنه السنن الرواتب؟ إذا كان يبي يقيم في مكة أكثر من 4 أيام فهذا يأخذ حكم المقيمين، يكمل الصلاة، يتم الصلاة ويأتي بالرواتب لأنه انتهى السفر. أما إذا كان يبي يقيم في مكة 4 أيام فأقل، هذا لم ينقطع السفر في حقه، فله أن يقصر، وله أن يقصر الصلاة، وله أن يفطر في رمضان لأنه مسافر، ولا يأتي بالرواتب. إذا قصر الصلاة إنه لا يأتي بالرواتب. لكن مسلم إذا كان مع المسلمين في الحرم صلي مع المسلمين ويكمل الصلاة ويأتي بالرواتب، لكن لو صلى وحده وهو مسافر يقصر. أما إذا صلى مع المسلمين فإنه حكمه حكم الإمام، إذا صليت مع إمام يتم الصلاة يلزمك الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المسافر يصلي خلف المقيم يتم الصلاة قال هذا هو السنة، قال تلك السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يتم معه. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.